بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلاب، درسنا لهذا اليوم هو حل الفصل 17، درس الحب في متجر النثريات الفوضوي من كتاب عساكر قوس قزح للصف التاسع الفصل الدراسي الثالث. نتمنى أن تستفيدوا من هذا الدرس وأن ينال إعجابكم واستحسانكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس ليصلكم كل جديد.